السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع شديد الخطورة وشديد الأهمية تحت قول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه هي الرسالة. أم يحسدون الناس؟ قضية الحسد قضية من أخطر ما يمكن. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي هذه الرسالة يقول مستفهما عن طريق الإنكار: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت بتحسده على إيه؟ هي دي بقى القضية. أولا، إيه معنى الحسد؟ الحسد ببساطة شديدة هو تمني زوال النعمة من عند الغير. أخوك أو جارك ربنا سبحانه وتعالى رزقه بنعمة، أي نعمة، عربية، فلوس، أي حاجة، نعمة من النعم، فالحاسد ينظر إلى هذه النعمة وبقلبه يتمنى زوالها، يتمنى زوال هذه النعمة. لمصيبة، مصيبة ليها نعرف دلوقتي. طب أنت بتحسده على إيه؟ فربنا بيقول لك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هو ده معنى الحسد ببساطة شديدة، إنك من جواك بتتمنى زوال النعمة من عند غيرك. كتير من الناس ابتلوا بهذا المرض الخبيث. ليه الخبيث؟ لأنه من أمراض النفس، ده من أسوأ أمراض النفس. أنتوا لو تتخيلوا يا جماعة ثمرة الحسد عند الحاسد، ده بتاكل الحسنات بتاعته، الحسنات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طيب، بس في حاجة مهمة جدا ورسالة إلى الحاسد، رسالة إلى كل حاسد أو حاقد. مشكلتك على فكرة مش مع المحسود خالص، مشكلتك مش مع اللي انت بتحسده، خلي بالك، الله يخليك. مشكلتك الحقيقية مع الله. يعني ايه مع الله؟ ده انا بتمنى بس زوال النعمة دي من عند جاري، انا قاعد له ليل نهار ببص هو بيدخل ايه وبيخرج ايه وشايفه، انا عنده بنت ولا عنده ولد ولا فلان نجح عنده ولا انا عايز بس ان انا ابني يبقى زيه او احسن. لا، انت من جواك بتتمنى زوال النعمة دي. مشكلتك بقى مش معاه، مشكلتك مع المعطي مش مع الاخذ. ازاي يعني مشكلتي مع المعطي؟ شوف، جاء في الاثر ذكر ذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان، بيقول: الحاسد عدو نعمتي. الحاسد عدو نعمتي. إزاي يعني عدو النعمة؟ قال لك مسخط لقضاء، ساخط على قضاء ربنا، ساخط بقضائه، غير راض بقسمتي. عايزين نفهم أكتر الحاسد ليه مشكلته مع ربنا، علشان كده إنه نسي إن الإنسان المحسود مش هو اللي جايب الحاجات دي من عنده، ده ربنا تفضل عليه بهذه النعم. فأنت مشكلتك معاه إزاي؟ لو كانت مشكلتك مع الإنسان المحسود ده كنت حسدت من هو أغنى منه مالا وأكثر منه صحة، كنت حسدت فرعون ولا قارون ولا هامان ولا كنت حسدت الأرض نفسها، ما هي الأرض دي مليانة كنوز، كنت حسدتها على ما فيها من كنوز، صح؟ لكنك ابدا انت سايب كل الدنيا وماسك في حد بتكرهه او بتترصد له وبتتمنى ان النعمه دي تزول من عنده. دي مصيبه، انت كده بتعترض على امرين. الامر الاول على النعمه التي اعطاها الله لهذا الشخص المسكين المحسود، انت كده بتعترض ليه بيديله، ليه؟ ده دي مصيبه اكبر، ده كده اعتراض على حكمه الله سبحانه وتعالى، ده انت كده بتطعن في حكمته، كأنك عاوز تقول والله يا ربنا يعني انا مش عارف ادى صاحبنا ده ازاي، يعني مش عارف. فكان بيقولوا كده في مثل من الامثال الشعبية الدائرة بين الناس: يعطي الحلق للي ملوش ودان. كانوا بيقولوا كده، ده تطعن في حكمة الله. ده ربنا بيقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا هو اللي قسم الارزاق، مش انت ومش المحسود. فبالتالي لما يكون الشخص المحسود ده شخص مسكين ربنا أنعم عليه بنعمة، بولد،
بزوجة صالحة، بمال، بوظيفة، بمنصب، أيا ما كان، كون ان انت تقف له وتترصد له وتتمنى من جواك زوال النعمة، يبقى انت كده حققت حاجتين. الامر الاول انك بتعترض على حكمة الله، لا انا شايف ان الحكمة ان النعمة دي تزول. ما هو لو كان عاوزها تزول ما كانش جابها له اصلا، ما كانش رزقه بيها اصلا. صح؟ صحيح، قول صحيح. ما كانش ربنا رزقه بيها. الحاجة التانية والاخطر ان انت مش راضي عن حالك، مش راضي باسمة ربنا ليك، شايف نفسك انت الافقر، شايف نفسك انت الامرض، شايف نفسك ان كذا، شايف ده اعتراض على قضاء الله يا ابن الحلال، اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. هو ليه ربنا ما رزقنيش زي فلان؟ اسمع، هو ادالك اسباب، عايز تكون غني خد بالاسباب ورزقك رزقك، هتشوفه هتشوفه خلاص. لكن خلى فلان ليه اغنى مني، مش بتاعتك، لان مش انت اللي بتقسم الارزاق، مقسم الارزاق الله سبحانه وتعالى، هو المعطي هو المانع. ما تقرا كده قول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مش اللي انا عايزه، تؤتي الملك من تشاء، وهكذا الايات. فيا ابن الحلال الذي اعطاه النعمه هو الله، فلا تعترض، ولو كنت أولى به منها لرزقك إياها. لو أنت شايف نفسك أن أنت الأحق بالنعمة دي كان ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. لكن مشكلتك الحقيقية مع نفسك الخبيثة، لازم تتخلص من المصيبة دي، لأنك كده عدو نعمة الله سبحانه وتعالى. حتى شوف في الأثر أن الإيمان والحسد لا يجتمعان أي أبدا في قلبي وفي جوف مؤمن. الإيمان بالله والحسد ما يجتمعوش أبدا. إزاي يعني؟ طب أنا مؤمن وحاسد إزاي؟ ما هو أنت لو كنت مؤمن بالله ومؤمن بأن الرزاق هو الله وأن المعطي هو الله وأن المانع هو الله، إلخ 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 إلى آخره، كنت عرفت أن أنت ما تحسدش أي حد، فخلاص، فالمهمة انتهت كده لو كنت مؤمنا. لكن أبى الله سبحانه وتعالى أن يجمع الإيمان والحسد في جوف رجل مسلم، ما ينفعش يجتمعوا مع بعض. طيب دي المشكلة الحقيقية يا جماعة الخير للحاسد. يبقى إذن يا أيها الحاسد، مشكلتك الحقيقية مع الله مش مع المحسود، فصحح طريقك مع الله سبحانه وتعالى أولا. وهنا سؤال كتير من الناس بيقولوا: طب أنا ممكن أتمنى إن يكون عندي زي النعمة ديت والنعمة ما تزولش من عنده؟ هقول لك حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كتير جدا من الناس بيبقى شايف فلان عنده عربية، أنا نفسي يبقى عندي عربية، ماشي تمنى مفيش مشكلة، نفسي يبقى عندي فيلا، نفسي يبقى عندي كذا، نفسي أكون في المنصب. نفسك هي اللي بتدعوك؟ آه، بئسة النفس، لأنها غير راضية عن حالك، مش راضية بالحال اللي انت فيه، علشان كده بدأت تتمنى على الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فواحد يسألني يقول لي: طب في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين، يعني فيش الأصل، ما فيش الحسد إلا في حاجتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل ويقرأه آناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق في الليل والنهار. أقول لك جميل، ده الغبطة، والغبطة محمودة في هذه الأمور فقط. خلي بالك يعني إيه الغبطة؟ في فرق كبير بين الغبطة وبين الحسد. الحسد بتتمنى زوال النعمة، الغبطة أنت ما بتتمناش زوال النعمة ولا حاجة، أنت بتتمنى أن هي تفضل عنده وبتتمنى أن أنت يبقى عندك زيها. ده محمود في إيه؟ مش في كل الأمور، مش في كل الأمور، محمود في أمر معين، في الأمور التي تقربك إلى الله. أي حاجة بتقربك من ربنا يحمد لك ان انت تبص فيها لغيرك. ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اردت الاخره فانظر الى من هو فوقك،
لو عايز أمور الآخرة شوف اللي أعلى منك مكانه وبص له ورقبه واعمل زيه. ده في نص قرآني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن أمور الدنيا والأرزاق ونفسي يبقى كذا ونفسي كذا ده من عيوب النفس. إزاي من عيوب النفس؟ إن أنت ما تكونش راضي عن حالك مع الله سبحانه وتعالى. طيب نختم بقى بحاجة مهمة. أخونا الحاسد، كيف تتخلص من هذا المرض اللعين؟ خلي بالك، أنت تعرف إن الحسد ده ممكن تقتل بيه بني آدم؟ إزاي؟ أقول لك آه، وفي فرق على فكرة قبل ما نختم لابد أن نبينه، فرق بين الحاسد والعائن. صاحب العين، في واحد كده يقول له صاحب عين معروف، وفي واحد حاسد. إيه الفرق بين الحسد وصاحب العين؟ الحسد ده يكون في الحال، يعني عند الرؤية وفي غير الرؤية. ممكن يحسد واحد أول ما يشوفه، وممكن يحسده هو قاعد في بيتهم، يبقى عمال يفكر في ويتمنى زوال النعمة وهو قاعد في البيت أو هو مع الراجل ده، ده اسمه الحسد. لكن صاحب العين لا، ما يقدرش يصيب أي شيء طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى إلا إن رأى، فينظر إلى الشيء ويركز فيه، خلاص هي النظرة. الله يرحمه كان ويحسن إليه، كان رجلا طيبا، عاش ومات من سكات زي ما بيقول. إيه اللي حصل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن العين لا تودي بصاحبها أو بالرجل إلى القبر، وتودي بالجمل إلى القدر. العين دي، العين اللي أنت تركز كده ومبسوط ومش واخد بالك على فكرة إن العين دي لها تأثير، بيخلق الله سبحانه وتعالى عندها تأثير فوق ما تتخيل على فكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعائن ينظر يعجب يركز، خلاص إن العين لتودي بالرجل إلى القبر وبالجمل إلى القدر. طب أنا عايز أتخلص من القصة دي، أقول لك بقى أمور كده نلخصها مع بعض. أول حاجة خالص إنك ترضى عن حالك. الحاسد لو عايز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بإخلاص، هيتخلص إن شاء الله من هذا المرض، لأنه بيأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، في نص حديث سيدنا رسول الله. أول حاجة معايا حبيبي الفاضل إن أنت ترضى عن الله. يعني إيه أرضى عن الله؟ يعني ترضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، لأن ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، خلاص. فأنت عرفت كده فرض عن الله سبحانه وتعالى، ده أول حاجة. 2، عليك أن تشفق على المحسود، ما تبصش للجانب الإيجابي في المحسود، ما هو عنده جوانب سلبية. انت بصيت له النهارده في المال اللي ربنا رزقه، او في العربيه، او في زوجته، او في اولاده، ما هو راجل برضك مبتلى في امور اخرى، فعليك بالشفقه به. تالت حاجه ان تنزل نفسك منزلته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث، والله لو طبقنا الحديث ده يا جماعه في كثير من الامور لارتاحت الامه وارتاح المجتمع. حديث واحد بس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا السؤال ليك أيها الحاسد، تحب إن حد يحسدك؟ هتقولي لا، ويحسدني ليه؟ أقول لك إذن فلا تحسد أحدا، فتنزل نفسك منزلة المحسود، خلي نفسك مكان وهو مكان. هترضى إنه يحسدك؟ هتقولي أبدا، أقول لك خلاص ما دام أنت مش راضي يبقى ما تحسدش، يبقى إذن تنزل نفسك منزلة المحسود، بالتالي مش هتحسده. رابعا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة لو شفت حاجة عجبتك فتقول إيه؟ اللهم بارك عليه. واحد من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح لواحد تاني من الصحابة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فشاف حاجة طيبة فقال آه ماشي جميلة عجبته، فسيدنا النبي قال له: هلا بركت؟ هلا قلت اللهم بارك عليه؟ ربنا يبارك فيها، خلاص يبقى أنت كده انتفت عندك مسألة الحسد. بالإضافة إلى قول الله سبحانه وتعالى، قل إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قول الكلمة دي على طول، أي حاجة تعجبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تداوم على هذا الأمر هتتخلص بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. وفي النهاية نصيحة ورسالة إلى المحسود: اصبر، ليس لك إلا الصبر، إن وقعت بك نازلة بسبب الحسد فاصبر، ده برضك قضاء،
وفي الشاعر يقول: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اتقوا الله عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا تحاسدوا فإن الحسد داء قاتل. وأمر أخير أذكرك به: عليك بالتحصين، حصن نفسك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، بيحصن نفسه بالأذكار. شوف حتى ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفلق يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حصن نفسك بالأذكار، بذكر الله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يحصن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما. من هذه الأدعية: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة تكثر من هذه الأوراد ومن هذه الأذكار. ونذكر برضك قضية الرقية التي رقاها سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هو الدعاء؟ جاء في صحيح مسلم وغيره أن سيدنا جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. استخدموا يا جماعة هذه التحصينات، فإنها نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله عباد الله، ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، رسالة جديدة من رسائل ربانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.